بس خلينا اروح لاحمد، هل شايف انه فوز المقاولين طبعا 3 بونت مهمين جدا ومشوار الدوري بالنسبه لنا مهم، لكن الناس يمكن مركزه اكتر مرتاحه اكتر في مشوار الدوري بسبب البدايه القويه، بسبب فرق النقاط، بسبب تراجع مستوى معظم المنافسين، لكن القلق كله متصدر في دوري الابطال. شايف ازاي ماتش المقاولين وشايف اهم المكاسب اللي ممكن تفيد الاهلي في رحله جنوب افريقيا؟ طبعا مباراه المقاولين زي ما انت قلت يا احمد ان في مباريات كده في الدوري تكسب ولا تلعب، دي حاجه مهمه جدا ان انت حتى في الوقت اللي انت كل تفكير حتى اللعيبه مش احنا بس اللي احنا بنفكر طبعا في مباراه صن داونز ان هي تعتبر زي ما بلال قال ان هي اهم مباراه في الموسم. أيوة. فاعتقد ان مباراه المقاولين ان انت تكسبها في ظل مستوى المقاولين المميز جدا في الدوري هذا الموسم. شابوه كابتن شوقي، دي حقيقه لازم فرقه المقاولين يعني بصراحة. لازم ندي نادي المقاولين حقه. كابتن شوقي غريب طبعا عامل شغل جامد جدا مع المقاولين الموسم ده، واعتقد ان مكسب النادي الاهلي كان مهم جدا في التوقيت ده لان اللعيبه معنوياتها تروح مباراه صن داونز بثقه كبيره جدا وبثقه عاليه جدا، بالرغم انه كان في بعض الاداء اللي احنا ممكن ما نبقاش متوقعينه، لكن ده طبيعي جدا في ظل ضغط المباريات الكبيره جدا مع حتى البطولات زي ما انت قلت يا احمد. أيوة. وشايف ان مباراه صن داونز وانا بيني وبينك انا لعيب كوره لو بلعب ماتش زي ده وعندي ماتش صن داونز بعدها ب 72 ساعه انا عايز اخلص من الماتش ده واكسب اجيب ال3 بونت باي شكل من الاشكال. لا حد يسالني عن يعني متحفظين طبعا عشان الناس ما تقولكش لا ما كناش احسن حاجه في الدنيا، لكن في النهايه حققنا المراد. لا طبعا الهدف اللي انت عايزه في الاساس اتحقق اللي هو المكسب، لكن مباراه صن داونز طبعا مباراه مهمه جدا ومصريه، واعتقد وانا شايف من وجهه نظري برغم ان صن داونز فريق مرعب واقوى نسخه لصن داونز هي الموسم ده، وانا عكس كلام اسمه ده ماكوينا في المؤتمر الصحفي اللي هو حب يعمل تمويه طبعا المعتاد بتاعهم، لكن اعتقد ان صن داونز عندهم مشكله مهمه جدا لازم ناخد بالنا منها، ان هم انا شايف من وجهه نظري ان هم في ملعبهم مش اقوى بره ملعبهم، بالرغم ان طبعا الطبيعي جدا ان انت يبقى في ملعبك اقوى، لكن هم بيلعبوا اللعب الضيق واللعب القصير في ظل المباريات اللي خارج ملعبهم، فده متعب للفريق اللي بيلعب عليه قصادهم. فصن داونز حتى شفناها في مباراه الهلال السوداني، اعتقد كسب الهلال السوداني 1-0 على ملعبه. أيوة. والهلال السوداني كان ممكن يتعادل، فده بنشوف ان انا ثقه طبعا في لعيبه النادي الاهلي، وانا براهن جدا ودايما النادي الاهلي معودنا على كده على شخصيه البطل دايما بتظهر في التوقيت ده. والجيل ده تحديدا جداً. كسب فرق تقيله جدا في ملعبها يعني في بطولات افريقيا، وكسب صن داونز، كسبت الوداد وكسبت صن داونز وكسبت الرجاء المغربي وكسبت الرجاء المغربي. لا لا شخصيه البطل تاريخيا كمان يعني احنا لو نفتكر مع بعض كان انيمبا النيجيري كان عمل رقم كبير جدا سلسله من الانتصارات ما كانش بيخسر على ملعبه، وصلت تقريبا ل 41 مباراه. مين اللي كسر الرقم وقتها؟ النادي الاهلي مع مانويل جوزيه بهدف عماد متعب. فالنادي الاهلي لا يعني احنا انا بقول لحضرتك في بدايه الحلقه كلمه المستحيل ليس اهلاويا مش شعار، لا احنا على ارض الواقع احنا مع موسيماني اول مباراه بعد الكورونا كسبنا الوداد في المغرب 2-0 يعني تاريخنا الحمد لله. الترجي في نهائي رادس 2012 عملنا مباراه العمر في رادس مباراه صعبه جدا مباراه للتاريخ، صفاقسي في تونس 2006 لا يعني النادي الاهلي دايما معودنا. عشان كده لما قلت كلمه احنا اللي صعبناها ليه الصعوبه اللي احنا دايما لما بنتحط في موقف صعب او بندخل في مواقف صعبه احنا بنعرف نخرج منها، احنا اللي بنخرج نفسنا. وان شاء الله انا واثق يوم السبت احنا خلي بال حضرتك احنا لو رجعنا لمباراه يعني المباراه الاولى مع صن داونز النادي الاهلي تلقى هدفين، ولكن النادي الاهلي لو بصينا النادي الاهلي اهدر ركله جزاء، النادي الاهلي اهدر هدفين او ثلاثه محققين، النادي الاهلي استحوذ في وقت كبير جدا من الاوقات على كل زمام الامور في على ارض الملعب. هو فريق خلينا نتفق فريق يا احمد تحتار تلعب معاه ازاي، لانه الحقيقه عنده سرعات عنده مهارات على اعلى مستوى وعنده مستوى من الانسجام يحلم جماعي. اي جمهور يشوفه في فرقته في لعب جماعي, لعب جماعي وفي تحركات بدون كوره وفي لعيبه حافظه بعض مش مستنيه بالزبط. والحقيقه مع السرعه ووجود السرعه والمهارات بيخلي الكره تابلو، لكن في نفس الوقت انا بشوفه فريق يعني مهلهل دفاعيا ثغراته كتير جدا وسهل جدا انك انت توصل تشتغل عليه لمرمى. فبالتالي السؤال هنا هل نتوقع سيناريو الاول؟ خلينا نقرا سيناريو المباراه وعايزكم اكتر تحاولوا تفكروا من وجهه نظر لا مش من وجهه نظر كول من وجهه نظر مكوينة لانه هو كمان يهمه جدا المباراه دي، لانه المباراه دي حد كبير هتحسم واحده من البطاقتين بالزبط. فبالتالي هل يفكر يلعب سيناريو شبه جيم مفتوح ويهاجم النادي الاهلي زي مباراه القاهره يا احمد، ولا متوقع يبقى في تغيير في طريقه التفكير او في طريقه اللعب؟ هو تقريبا هيغير طريقه اللعب لكن نفس السياسه. ما اعتقدش ان هو يعرف صن داونز ما بيعرفش يدافع،
عندهم ثغرات كبيره جدا، لكن طريقه اللعب سان داونز دايما بيلعب خارج ملعبه ب 3 4 3 على ملعبه بيلعب 4 3 3 فاعتقد هو هيغير طريقه اللعب. لعب قدام الاهلي في القاهره ب 3 4 3 وهو هناك هيلعب 4 3 3 وده اعتقد ان هو انسب طريقه هيلعب بيها. برغم كده هو ما بيعرفوش يدافعوا، فدي مشكله. اللعيبه الحريفه دايما احنا متعودين عليهم ان هم ما بيعرفوش يدافعوا، فهم اغلبهم لعيبه كوره بيضيعوا المساحات، عندهم ثغرات كبيره جدا خلف الاطراف، ودي انا شايف ان هي نقطه ضعف كبيره جدا في سان داونز. غير الاثنين مساكين عندهم مشاكل في العرضيات كبيره جدا، وده النادي الاهلي اتحقق فعلا الهدف الاولاني تحسين الشحات، هدف لعب منعم الاول من الكره العرضيه، والهدف الثاني تحسين الشحات من الطرف. فاعتقد ان سان داونز حتى لو غير طريقه اللعب ما افتكرش ان هو يعرف يدافع خالص، ده اسلوبه. مشاكله كبيره جدا، جيم مفتوح طبعا.